تحقق قول المسيح من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الإنسان أتيا في ملكوته اللي قاله الرب يسوع المسيح. الشبهة اللي بتتكرر كتير في هذا الأمر، البعض بيعتقد أن الكلام ده خطأ، والكلام ده لو كان صحيح كان المفروض أنه النهاية يوم الأبدية والقيامة العامة ويوم الدينونة يحصل أدوبك بعد صلب المسيح بفترة صغيرة. فهقرأ لكم نص الشبهة، ده مش كلامي كالعادة صائد الشبهات، ده أنا أقرأ نص الشبهة. ورد في متى صح 16، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب العمل. الحق أقول لكم أن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الإنسان آتيا في ملكوته. فالبعض بيربط عدد 27 مع عدد 28 ويقول لك أهو بيتكلم أنه ابن الإنسان لما يأتي في مجد أبيه للدينونة، في ناس هتفضل من تلاميذه اللي موجودين معاه عايشين لغاية مجيئه، وهنا لينا 2000 سنة ما حصلش. ويكمل المشكك ويقول ولكن القائمين ها هناك وقتها ذاقوا الموت ومضى على ذلك ما يزيد 2000 سنة دون أن يرى أحد منهم ابن الله آتيا في ملكوته في مجد أبيه مع الملائكة. ويستشهد بالكلام ده من إنجيل متى ومن إنجيل مرقس ومن إنجيل لوقا. الحقيقة باختصار شديد القارئين الأعداد دي اللي بيقولوا هذا السؤال مع كل احترام ليهم ما فرقوش ما بين عدد 27 وعدد 28 بيتكلموا على إيه. عدد 27 بيتكلم على الدينونة بأنواعها على فكرة، ومن أنواعها دينونة كرسي المسيح، عشان كده قال مع ملائكته. أما العدد الثاني بيتكلم على بداية ملكوت الله، ودي اللي هشرحها ووضح أنا أقصد أقول إيه والكتاب المقدس كان يقصد يقول إيه. بل الموضوع ده ليه علاقة بحادثة التجلي وهنفهمه مع بعض، هنفهم يعني إيه آتيا في ملكوته. ندرس مع بعض في إنجيل متى صح 16 بداية من عدد 27 لما يقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الكلام ده في العدد باختصار عن مجيء المسيح الثاني والدينونة. لكن الدينونة كما شرحتها باختصار في ملف الدينونة اللي يحب يرجع له في الملف في الموقع، يوجد أنواع من الدينونة. في دينونة كرسي المسيح اللي هو يوم القيامة اللي أعتقد قرب، أمين تعالى أيها الرب يسوع، اللي هيجازي فيه كل واحد حسب عمله، واللي آمن بيه واللي ما آمنش بيه، وده يوم صعب جدا للي هيكون سمع الحق وسمع أن الرب يسوع المسيح هو الرب والمخلص والفادي ورفض فداءه وخلاصه. يوجد دينونة أخرى وهي دينونة الصليب. فدينونة المسيح بصلب وموته وقيامته، وجاءت الملائكة تبشر بقيامته وبدأت الدينونة لكل من يؤمن به. يوجد دينونة الخطية اللي يهرب منها كل من يوجد في المسيح يسوع. يوجد دينونة المؤمن في حياته بنيران التجارب. يوجد دينونة إسرائيل على الأرض اللي هي سنة 70 ميلادية، وده حصل بالتفصيل زي ما شرحها الرب يسوع المسيح في متى 24 وفي مرقس 13 وفي لوقا 21. دينونة العالم في الضيقة العظيمة اللي أعتقد قربت، ودينونة الملائكة الأشرار. الكلام هنا على دينونة المسيح العامة الأخيرة كرسي المسيح، ولكن أيضا مشمولة في بقية أنواع الدينونة بما فيها اللي هيحصل سنة 70 ميلادية في إسرائيل. السؤال المهم، متى بدأ مجد المسيح مع ملائكته القديسين؟ متى بدأ مجد المسيح مع ملائكته القديسين؟ التجلي، جميل. وبعد كده ظهر امتى تاني؟ القيامة، صح؟ وكان معاه ملائكة قديسين ولا لا؟ جميل. ومن ساعتها بدأ كل إنسان مسيحي يتمسك بالرب ويستمتع بهذا المجد وينال عربون الملكوت. يا مناس من ساعة قيامة المسيح وحتى الآن بترى المسيح في مجده وملائكته القديسين معاه. كل إنسان قبل المسيح ربا ومخلصا وفرح بعلاقته مع المسيح بدأ الملكوت الأرضي مع المسيح اللي هيكمل في ملكوت السماوات الأبدي. ده الإشكالية اللي ما بيفهموش كثيرين.
ده الإشكالية اللي ما بيفهموش بدقة ما يتكلم عنه، بيفتكروا إن الكلام كله على مجيء المسيح التاني، وما يفهموش إن ملكوت المسيح، ملكوت ابن الإنسان، بدأ من ساعة ما أتى على الأرض. لو هحب أجاوب على النقطة الأولانية، متى بدأ ملكوت المسيح؟ ملكوت المسيح بدأ من تجسده. عارفين من إمتى؟ مع ملائكة القديسين، من ساعة ما ظهروا يسبحوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وبدأت الملائكة القديسين تسبح وتمجد المجد لله في الأعالي. الحاجة التانية، بالنسبة متى يبدأ الملكوت بالنسبة لهم؟ من ساعة ما يحل عليهم الروح القدس ويبدأ فعلا يفهموا الأمور المختصة بملكوت السماوات، ملكوت الله. وعلشان كده ده فعلا اللي حصل ونراه في أعمال الرسل بالتفصيل. لما يجي في عدد 28: الحق أقول لكم أن من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الإنسان أتيا في ملكوته. اللي بعد العدد السابق اللي اتكلم فيه المسيح عن المجد، وأصبح التلاميذ في اشتياق كثير أن يروا ما هذا، المسيح بيقول لهم حاجة في دايما على فكرة في الكتاب المقدس، ودي قلتها كتير جدا. الكتاب المقدس لما يدي حاجة بعيدة المدى يدي معاها علامة هتحصل في فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، نبوة هال عذراء تحبل وتلد، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية يديها علامة كمان بعد 65 سنة من كلام أشعياء، ويحصل فعلا العلامة اللي قالها ربنا. مزمور 22 ربنا يدي نبوة عن الصلب ويدي معاه علامة تحصل في زمن داود. دايما ربنا يدي مع النبوة بعيدة المدى يدي معاها علامة في نفس الجيل أو في نفس الأيام. هتلاقوها كتير جدا في النبوات الهامة في زمن في العهد القديم وأيضا العهد الجديد. دايما تلاقوا هذا الأمر معايا. فربنا بيقول لتلاميذه عشان يصدقوا إن فعلا الله حيأتي في ملائكته ويدين العالم بالكامل، قال لهم على آية أو علامة هتحصل في زمنهم، وحيروها بعض التلاميذ، وسيرون ملكوت ابن الإنسان مش بطريقة قلبية ولكن بطريقة عينية، علشان يتأكدوا من اللي وعد بيه وقالوا عن مجيئه الثاني حتى لو طال الزمان هيحصل. ده فعلا حصل، ورب يسوع المسيح في قيامته من الأموات وصعوده للسموات، وده بداية المجد وبداية التجهيز. وده شرحته في معنى تعبير ملكوت السموات أو ملكوت الله، وده اللي تنبأ عنه دانيال: كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن الإنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام، فقربوا قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له. اللي بيسألونا إزاي بتعبدوا المسيح، بتعبدوا إزاي إنسان وعبد رغم أنه هو ابن الإنسان؟ قال لنا دانيال قبل مجيء المسيح أنه أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. الكلام ده قبل المسيح بسبع قرون، وبالفعل استفانوس شهد لهذا ان هو رآه بعينه، سفر اعمال الرسل 7:56، وده في حياة التلاميذ، وقال: ها انا انظر السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما عن يمين الله. التلاميذ فعلا رأوا ابن الانسان ممجد واتيا في ملكوته، وده فعلا حصل وشافوه. الكلام ده حصل ايضا لبعض التلاميذ زي ما قال: من القيام قوم ها هنا. ده حصل في إنجيل يوحنا 14 لما بيقول: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل، لا يران العالم أيضا أم أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون، في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأنا أحب أظهر له ذاتي. قال يهوذا له: يهوذا ليس الإسخريوطي يا سيد، ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟
أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. أما المعزي الروح القدس، كمل كلامه عن معزي الروح القدس، ففعلا بقيامة المسيح رأوه آتيا في ملكوته بعيونهم، وشافوا هذا بقلوبهم أيضا وبحلول الروح القدس، وتحقق هذا الكلام في وقت الصلب ووقت حلول الروح القدس. إنجيل متى صح 26 عدد 64: فقال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحب السماء. أخويا الحبيب المسلم، عايز تتأكد أن العدد ده حصل وشافوه التلاميذ بعينهم، وعايز تشوفه أنت بعينك، أؤمن بالرب يسوع المسيح، أؤمن بالرب يسوع المسيح، وهو قادر أن يعطيك هذه العجائب تراها بعينك، عينك القلبية أو حتى عينك البشرية. فواضح أن المعاني المقصودة من الملكوت اللي هو القيامة والصعود وحلول الروح القدس. ولما يقول أيضا في إنجيل مرقس 9:1: وقال لهم: الحق أقول لكم أن من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ملكوت الله قد أتى بقوة. متى بدأ ملكوت الله على الأرض؟ من ساعة استعلان الرب يسوع المسيح والصلب والموت والقيامة والإيمان به. فالكلام هنا يتأكد عن ملكوت الله، ده اللي حصل. ده برضو كرره الرب يسوع المسيح في إنجيل مرقس مرة تانية في 14:62: فقال يسوع: أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. أيضا في إنجيل لوقا 9:26: لأن من استحى بي وبكلامي فهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجد ومجد الآب والملائكة القديسين. حقا أقول لكم من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ملكوت الله. برضو أكدها في إنجيل لوقا 22:69: منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. الحاجة المهمة اللي فهمناها حتى الآن، متى بدأ الملكوت ومتى بدأ المجد ومتى بدأ استعلان المسيح ومتى رأوا ملكوت الله؟ في قيامة المسيح، ده اللي حصل. المبشرين الثلاثة، متى البشير ومرقس البشير ولوقا البشير، كمان ذكروا حاجة مهمة جدا بعد العدد ده مباشرة، العدد اللي يقول: الحق أقول لكم أن من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الإنسان. وهو إيه؟ حادثة التجلي. فبالإضافة لكلام المسيح، ثلاثة مبشرين شرحوه ووضحوا أن ملكوت الله أوريدي بدأ، وبدأت بشرط المسيح، وهيتم استعلان أكتر بقيامة المسيح. أيضا الثلاثة المبشرين بعد الحادثة دي مباشرة تكلموا عن حادثة التجلي، بعد المقولة دي مباشرة تكلموا عن حادثة التجلي. بعدها بأيام وبعد أيام يقولوا تغيرت هيئة المسيح. فمتى البشير قال مباشرة بعدها: وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس. المجد اللي اتكلم عنه، وثار ثيابه بيضاء كالنور. إنجيل مرقس صح 9: فقال لهم: الحق أقول لكم أن من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ملكوت الله قد أتى بقوة. وبعد ستة أيام على طول مباشرة أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد به إلى جبل عال منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. إنجيل لوقا 9 لما يقول: حقا أقول لكم أن من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ملكوت الله. وبعد هذا الكلام، يعني لوقا البشير اللي بيستشهد به على طول قال، وبعد ما قال الكلام ده بنحو 8 أيام، أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل يصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. يعني فعلا قال لهم الكلام ده هيحصل وحتشوفوه، وبعضكم هيشوفوه مباشرة، وفعلا بعدها بست أيام حصل هذا الأمر، وأراهم عينة أو نموذج من مجده. ف
في التجلي رأى بعض التلاميذ بعضا من مجد المسيح في مجده ومع ملائكة القديسين على قدر ما احتملوا، وتمتعوا بالمجد، وكان هذا الإعلان عن بهائه الإلهي. وهؤلاء ما كانوش ماتوا لغاية ما حصل هذا الأمر، ده كان بعدها بست أيام، وبعدها كمان شافوا قيامته وشافوا صعوده وشافوا حلول الروح القدس في اليوم 50، ورأوا انتشار ملكوت الله في داخل قلوب المؤمنين 120 أخ والخمسمائة والثلاث ألاف والخمس ألاف والألاف وجمهور كثير من الكهنة، وأصبح بعد ذلك ملكوت الله في قلوبهم، وأصبح الناس بتحب ملكوت الله أكتر من مجد العالم الزائل. كل ده والتلاميذ القيامة هنا كانوش ماتوا حتى هذا الوقت، ورأوا ملكوت الله واتساعه، ورأوا المسيح يأتي في ملائكة القديسين، وتمتعوا بحلاوة ملك المسيح في قلوبهم. كل ده كان عربون المجد الأبدي لغاية ما يحصل كل المؤمنين في النهاية على المجد لما يأتي في الدينونة الأخرانية. كتير من اللي سمعوا قول المسيح ما ماتوش حتى رأوا خراب أورشليم ورأوا صورة المسيح الديان. وفعلا بعض التلاميذ كانوا استشهدوا قبل 70 ميلادية، وبعض التلاميذ ما كانوش استشهدوا لغاية سنة 70 ميلادية وشافوا صورة المسيح الديان في العقوبة اللي قالها وحدثت على أورشليم، مع ملاحظة ان طبعا ربنا دبر هروب المسيحيين من أورشليم قبل الحصار النهائي. كلمة لا يذوقون الموت هذه لا تقال إلا على الأبرار، فهم لا يموتون بل ينتقلون. دايما ربنا يقول في الكتاب المقدس عن الموت إن هو انتقال، أما الأشرار هم اللي بيموتوا. بيموتوا ليه؟ لأنهم رفضوا الرب يسوع المسيح ربا ومخلصا، زي ما يقول لك أقسم أنك حي وأنت ميت. معايا؟ فهل الموضوع اللي قال عليه المسيح حصل؟ أيوة حصل، من القيام بعضهم شاف تجلي المسيح، وده بعدها بست أيام. وبعض من التلاميذ، وكل التلاميذ شافوا حادثة القيامة، الصلب والموت والقيامة وحلول الروح القدس، وبعضهم رأى مجيء المسيح الديان في عقاب الأورشليم، وكلهم آمنوا بكل ما قاله المسيح عن علامات وعن تأكيد يوم القيامة. فاللي قاله المسيح حصل في حادثة التجلي بالتفصيل ورأوا مجده، حصل في يوم قيامة المسيح ويوم صعوده، وبعد ذلك بدأوا يروا استعلانات ويروا السماء مفتوحة والمسيح ظاهر مع ملائكة القديسين في مجد أبيه. يوم ما آمنوا بعزة بطرس 3000 نفس واعتمدوا وبدأت تنتشر المسيحة، رأوا ملكوت المسيح ينتشر، وبعد ذلك في عقاب أورشليم. فهل كلام المسيح حصل؟ حصل بعدها فعلا بست أيام، وحصل عدة مرات بعدها صدق كلام المسيح في حادثة القيامة وفي حادثة بعد التجلي في القيامة وفي حلول الروح القدس وبعد ذلك القديسين. أتمنى أكون وضحت لحضراتكم، أتمنى تكون الإجابة اتضحت لضيفتنا العزيزة أستاذة أحبني، ويا ضيفتنا العزيزة كل أسبوع لو حضرتك ليك أسئلة في المسيحيات أهلا وسهلا حضرتك تشرفينا، وعدي سؤالك وعدي الأدلة اللي أنت عايزة تقدميها أثناء ما تقولي السؤال، وردة ليكي أهلا وسهلا بيكي. كل الأساتذة هنا على فكرة في الروم يحبوا جدا الإخوة المسلمين. عايز أقول حاجة أخرانية لإخواتنا الأحباء المسلمين، يمكن أنا زعلت من شوية صغيرة من حد قال، وأعتقد هو لم يكن يقصد هذا التعبير، هو كان بيقولها كتعبير عام، لما بيقول أحيانا القوانين الإسلامية فعلا بتجعل من الناس أقل من الحيوانات، لما كان بيقارن المعاملة معاملة المسلمين للكفرة ومعاملة العالم الغربي للكلاب، فعلا حاجة تزعل. لكن في المقابل إحنا رغم أن فعلا الإخوة الأحباء المسلمين أحيانا بيعاملوا الكفار أقل من معاملتهم للحيوانات، وليس كل المسلمين، بعضهم، كثير من الإخوة المسلمين رائعين، لكن إحنا بالنسبة لنا كل المسلمين أحباء. إخواتنا الأحباء المسلمين أنتوا خليقة إيدين إلهنا اللي بنحبه، وبنحب كل أولاده خليقته عمل يديه، حتى لو أنتوا بالنسبة لنا مش عارفين الإله الحقيقي. فكل هدفنا لو بنكلمكم فقط الله يعلم أن أنتوا فعلا تروا الحقيقة، تروا النور الحقيقي، تروا الإله الحقيقي،
وتستمتعوا بالحلاوة معاه، حلاوة العشرة معاه، ونستمتع بالمحبة الأخوية مع حضراتكم لما تشاركونا في عبادة إلهنا الحقيقي. على فكرة مش عايزين لا نضلكم ولا عايزين نتعبكم ولا عايزين نعسركم ولا عايزين نقول لكم كلمة تضايق، كل اللي عايزينه فقط إن أنتوا تدركوا النور. شوفوا قد إيه حلاوة النور أحلى من الظلمة. للأسف الإنسان الأعمى مهما قعدوا يشرحوا له حلاوة النور مش هيعرفه إلا لما يبصر النور بنفسه.